أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسبوع الرياضي. بالتأكيد أحبة المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم في متابعة أهم أحداث الساحة الرياضية، وكعادتنا اليوم راح نستعرض العديد من المتابعات والأخبار الهامة وصولا إلى محور حلقتنا الرئيسي، منتخبات الفئات العمرية بين تحقيق الإنجاز الوهمي وبناء الأجيال. قبل ذلك أكيد راح تتعرفون على الضيف، وهو قامة شامخة من قامات الرياضة العراقية وخصوصا كرة القدم، خبير كروي ومدرب قدم الكثير للكرة العراقية وتخرج على يده نجوم وأجيال كثيرة للكرة العراقية. إنه الخبير الكروي والمدرب الكابتن سعد داود العزاوي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أشكرك جدا أستاذ مناضل، والتحية لك خاصة وللأخوة العاملين في الاستديو والأخ المخرج. والحقيقة أتمناها حلقة موفقة وتنطرح بها القضايا الحيوية بهالوقت هذا بالذات، يعني والمساس بالواقع الآن وما نعاني الكل وما هي العلاجات المهم. أكيد. مو بس نذكر المعاناة والهاي، بس أكيد. كيف الوصول إلى العلاج. وإحنا اليوم نريد نستثمر وجودك معانا، وأنت كما عودتنا وعودت الجماهير الرياضية من خلال حضورك في البرامج التلفزيونية تقدم الطروحات والمعالجات دائما الواقعية إن شاء والصحيحة. إن شاء الله. إن شاء الله. أكرر شكري. بالعكس، مسرورين إحنا أكثر بحضورك وتواجدك معنا. هو الحضور سلام. الأول في برنامجنا، ونتمنى أن تتواصل معنا سال. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أحبة المشاهدين، نبتدي بمتابعتنا الأولى. الزوراء يحلق بعيدا في سماء كربلاء ويقسو على ضيفه نادي الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة هذا اليوم في دوري أبطال الأندية أبطال آسيا. طبعا فوز كبير اليوم سعد داود، يعني وصراحة يعني احنا كنا نستبشر خير، لكن أشد المتفائلين ما كان متوقع هذه النتيجة الكبيرة للنوارس. المهم حتى تزيد الفرحة. نعم. ويزيد التفاؤل، وتبريكاتنا وتهانينا والتهاني والتبريك إلى كل من يحب الزوراء ولجمهور الزوراء وللكرة العراقية عامة، لأنه هذا نصر مو بس الزوراء، يعتبر نصر للكرة العراقية بهالوقت هذا اللي محتاجين إلى كل نسمة من الانتصار والفرح في كل المجالات. شنو اللي سواه حكيم شاكر اليوم مع الزوراء صراحة، يعني خلال المباراتين يعني الأولى تعادل في ملعب ذوبهان أعظم ما سواه هو العلاج النفسي للفريق. نعم. وهذا كان ظرف الزوراء الحالي ما يحتاج غير بس يمكن 90% هو العلاج النفسي، والبقايا التكتيكية يعني طريقة اللعب واستراتيجية اللعب هذا مطلوب طبعا، بس اللي صار والمطلوب أن يصير فعلا هو العلاج النفسي والحالة النفسية للاعبين، وكيف قدر أن يحل مشكلة صعبة مو سهلة. نعم. وفعلا تكلت ان شاء الله بالنجاح ويستمر بالنجاح، لان هذا فريق الزوراء اللي يمثل الكره العراقيه. نعم. كل التوفيق لنوارس الوطن في مهمتهم الاسيويه. المتابعه الثانيه احبه المشاهدين، طبعا بغداد احتضنت بطوله غرب اسيا للانديه الابطال بمشاركه نادي النفط ممثل الوطن في هذه البطوله. كل التوفيق لنادي النفط ولكل الانديه المشاركه. بصراحة يعني احنا نستبشر خير بعودة العراق لتنظيم البطولات الدولية وفي كافة المجالات، يعني اليوم الزامنة احتضننا مباراة كأس الأندية الأبطال في مباراة الزوراء، وأيضا يعني هذا الكرنفال الكبير لكرة السلة في بغداد. لكن اللي ما يثير أكثر من علامة استفهام على هامش البطولة، كان هنالك تصريح للسيد حسين العميدي اللي كان ممتعض، طبعا رئيس اتحاد السلة، كان ممتعض من عدم تعاون اللجنة الأولمبية معه خاصة في المخاطبات الرسمية وفي والأوامر الإدارية، الأمر اللي يثير أكثر من علامة استفهام. نقولهم يا أخوان شنو اللي تريدوه باللجنة الأولمبية؟ هل أنه أستاذ داود مثلا تعاون وزارة الشباب مع اتحاد السلة أثار امتعاض اللجنة الأولمبية برأيك؟ الظرف العام الموجود الآن. نعم. هو جملة متناقضات، والمتناقضات هاي احنا مثل ما يقولون سويناها بيدينا. نعم. مسؤولين الرياضة عندنا خلقوا هالمشكلة وبعد صعب تنحل إلا
محاولات جديدة. نعم. علاقة اللجنة الأولمبية المفروض ويجب أن تكون علاقة طيبة مع الكل، لأنه الأساس هم من عندهم. نعم. أساس الدعم وأساس المتابعة كل لأجل خلق أبطال. نعم. وهذا الهدف، بس مع الأسف التناقضات وبعض الأحيان الخلافات أو الاختلافات في الرأي وفي العمل أدت إلى ما وصلنا إليه. وليش جاي تنعكس على واقع الرياضة العراقية بشكل عام؟ تنعكس لأنه أصبحت بالصميم وصلت إلى حد أنه قضية حدية صارت. يعني اتحاد كرة السلة لما يقيم هيك بطولة، وهاي البطولة مو سهلة، بطولة مهمة جدا، يجب أن تتكاتف كل الجهود لأجل إنجاحها. مع الأسف صار الخلاف هذا، ويمكن وزارة الشباب هيئة كل شيء تقريبا. نعم. اللي مطلوب من عندها اللجنة الأولمبية، لأنه علاقة هالفترة هاي بالذات ويا وزارة الشباب مو طبيعية. هي ويا وزارة الشباب لو ويا الحكومة، خلنا نتحدث أكثر صراحة. لا، هي وزارة الشباب هي تمثل الجهة التنفيذية، يعني نعم. جهة الحكومة. نعم. واللي صار أبد ما كان متوقع أنه، ويمكن على كل نتفائل أن تنحل لأجل المستقبل. نعم. إلى متى؟ إلى بقت هالشكل معناته كل بطولة صير بيها مناقصات وصير بيها تلكؤات وصعوبة، وبعدين ما نقدر نوصل إلى الشيء اللي نريده إحنا. نعم. وهاي أكبر دليل ما نسلّى. ما جمعت كل الجهود، يعني يمكن صارت من أطراف معينة إذا نجحت، وإن شاء الله تنجح. إن شاء الله هذا اللي نتمناه طبعاً، النجاح أكيد. تجي بالرياضة العراقية من جهات معينة مو من الكل. نعم. اللي هي دعمت الاتحاد ودعمت البطولة من بين الجهات اللي دعمتها. نعم. أحبت المشاهدين، ننتقل للمتابعة الثالثة والأخيرة قبل أن ننتقل إلى محور حلقتنا الرئيسي. مثل ما توقعنا أنا والكابتن حبيب جعفر في حلقتنا السابقة، الكابتن باسم قاسم مدرب الجوية والملاك المساعد يقدم استقالته من تدريب الفريق بسبب إصرار الإدارة على الإبقاء على عقوبة الكادر التدريبي على أثر الخسارة من نفط ميسان، لا سيما أن أمين السر السيد وليد زيدي أصر على الإبقاء على هذه العقوبة، مما اعتبره الكابتن باسم قاسم إساءة له والتاريخ وللكادر التدريبي. طبعا تخبطات كثيرة، تم يعني الاتفاق أنه الكابتن سمير كاظم يدرب فريق الجوية في الكلاسيكو المقبل الزوراء والجوية، بعدين بعدها اتفقوا مع الكابتن مجبل فرطوس. رأيك بهذه العقوبة وهذه الاستقالة؟ العقوبة أساساً إدارية. نعم. من تصدر أي عقوبة من الإدارة، المفروض المدرب بيش حالة ما يعني يبتعد عن صلب الموضوع. نعم. الإدارة قررت لسبب ما صار. نعم. سبب عندها هي برأيها أنه هاي العقوبة فد رادع يعني يعتبروها قضية علاجية. رادع للاعبين لو للكادر التدريبي؟ للاعبين. نعم. للاعبين، بس هم اتخذوا القرار اعتقد لاعبين والمدرب سوء. نعم. كل. يقول باسم قاسم انه سيد وليد الزيدي اصر على الابقاء على العقوبة، فما تركنا الباب بعد واي مجال للبقاء. والله هم ترجع يم الادارة، يعني نعم. الاجراء الصحيح اللي يجب قبل ما يتخذ يدرس من كل النواحي. الفرق ما تخسر برأيك؟ أكو فريق ما يخسر؟ أكبر الفرق العالمية تخسر. أنت جاي تشوف ريال مدريد وهذه التعثرات وغيره وغيره وغيره، لكن ما أعرف يعني ماكو عقوبات مباشرة، وحتى إذا صارت كان لازم مثلا تصير شوية بدرجة أوطى. نعم. بدرجة بشكل آخر، ويعرفون شو حيصير وراها. لازم. نعم. هم اللي اتخذوا القرار لازم يعرفون شو حيصير وراها. زين. شنو رد الفعل؟ نعم. فصار رد الفعل بالنسبة لهم مفاجئ، صارت المشكلة على أثر. أيضا أنتوا هيئتوا البديل، مثلا إحنا مع اعتزازنا بالكابتن مجبل فرطوس قام من قامات الكرة العراقية، تحياتنا له. تحياتنا له، لكن صار لفترة طويلة مبتعد عن التدريب. أيضا اتفقتوا يا فقط هذه المباراة أم أن يقود الجوية إذا حقق الفوز أو غيره ما وراء الكواليس؟ يعني كأنه النادي وقع بورطة صراحة. وقع بورطة وما دي يقول العلاج مناسب إليه. نعم. دي يشوفون علاجات، يعني معالجات ترقيعية. نعم. نفس الوقت. نعم. يجيب واحد مؤقت، خلي يقول بالعامية تلزق. انت لما تقول للمدرب، انت مدرب هاي المباراة مؤقت، راح يقدر المدرب
يعطي كل ما عنده؟ لا. راح يقدر يرتاح بالعمل؟ ما يرتاح. لا. هاي ها مشكلة. أكيد. هاي عانية بس المدربين اللي صايرة عندهم شيء يعني بيش واقع. يعني راحوا دلالة على التخبط تفاوضوا ويا أيوب. ورجعوا وقالوا سمير كاظم ورجعوا ومجهول فرطس. يا أخوان أبقي باسم قاسم يعني باسم قاسم اسم كبير صراحة صحيح يعني إحنا مو من باب يعني فقط الوقوف مع الكابتن باسم قاسم لكن هذه العقوبة يعني ما أعتقد يعني كان بيها استعجال وجه حق صراحة تعاقبت اللاعبين مو مشكلة بس الكادر التدريبي زحمة ترى أي مو ساد فعلا. خلينا ننتقل إلى محور حلقتنا الرئيسي طبعا والمهم جدا ومثل ما نوهنا لكم أحبة المشاهدين يعني إنجازات منتخبات الفئات العمرية بين الإنجاز الوهمي وبناء الأجيال. هذا العنوان اختارناه ساد داود يعني عنوان عظيم. نعم عنوان عظيم يعني أنت تعرف شنو اللي صار بالفترة السابقة من إنجازات وبعد أن قدنا كإعلاميين صراحة ونمثل وجهة نظر الجمهور الرياضي طبعا والكل يعرف أنه حملة ضد التزوير منتخباتنا لعبت بلا تزوير صراحة الفئات العمرية لكن كانت النتائج مخيبة للظنون جدا وما شاهدنا حتى مواهب كنا نتمنى مواهب ما نريد نتائج. أتلقى إجابتك لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. بعد الخروج المبكر من بطولة آسيا بدأ التصعيد واضح المعالم من قبل جمهور الرياضة العراقية على اتحاد الكرة من جانب والإدارة الفنية للمنتخب من جانب آخر ثم كانت التحركات كعادتها تشبه إلى حد كبير تغير قطع لعبة الشطرنج على سبيل المثال يغير المدير الفني للمنتخب أيا كان ناشئة أو شباب أو وطنية ويبدل بمدرب آخر جرب سابقا وفشل برأي الاتحاد لذلك تم تغيير مكانه كما يحدث حاليا فمنتخب الشباب يديره الفريق الفني المتكون من مؤيد جودي وخالد صبار وحسين جبار وأحمد جمعة أما منتخب الناشئين فيديره حسام تركي وأحمد والي وهشام علي وإسماعيل محمد فيما يدير منتخب الأشبال الفريق الفني المتكون من سعد عبد الحميد وعلي مشربت وطارق مصعب فمعطيات الساحة المستديرة تنبئ بأن الوجوه المتكررة لا تأتي بنتيجة إيجابية لأنها جربت سابقا أما إذا استمر هذا المنوال فإن الكرة العراقية ستكون أسوأ بكثير مما عليه حاليا لذلك ينصح بعض اللاعبين السابقين من البدء بصناعة فريق فني بصلاحيات عالية يبدأ من الفئات العمرية الصغيرة ليعطي ناتجه في المستقبل كمنتخب لشباب العراق أو منتخب وطني يعتمد عليه ويجلب البطولة والفرحة لبرنامج الأسبوع الرياضي عبد الله غسان بغداد شكرا للزملاء سيف وعبد الله غسان ودي على هذا التقرير وللتصحيح انه الكابتن حسن كمال هو مدرب منتخب الاشبال طبعا استاذ مثل ما بدينا ما نعرف منين نبدا هذا المحور اذا اريد نتحدث به يمكن كبير كم جدا حلقة؟ شهر شو تقول نسوي لنا برمضان 30 حلقه عليه ونسميها حلقات رمضانيه بدايه كيف تبنى اجيال كره القدم تبنى أجيال كرة قدم بالتخطيط السليم نعم. والمتابعة المستمرة والاهتمام الفعلي بدور الفئات العمرية نعم. لا يمكن أن نستكشف موهوب إذا ماكو دوري نعم. تبقى صدف كلش قليلة يعني بالصدف لاعب جاي لاعب موجود مكان معين مدرب يروح يشوفه يطلع موهوب بس هو الأساس العام في كل العالم نعم. وعندنا قبل الجيل الأجيال الذهبية اللي استكشفت هي كلها من الفئات العمرية بس وكان قبلها مراكز الشباب والأقوى من أتى كان قبلها رياضة المدرسية وأنت يعني أحد الأساتذة والعمالقة بيها هاي اللي خرجت رموز كرة قدم الكبيرة وأصبحوا مدربين كبار نعم
من الرياضة المدرسية. كررنا كم اسم خلي الجمهور يعرفوهم. أنت إذا تريد تعدد من اليوم غد. ذاك اليوم هم عددت ونسيت يمكن فد 30 واحد. الكل زعلانين. زين اللي نسيت. الحقيقة. زين اللي نسيتهم هالمرة أذكرهم. المرة أذكرهم. أي. يعني بداية من الأخ العزيز الكابتن أنور جسام. نعم. ب66. تحياتنا أستاذنا أبو فرح والله مستاقين طبعا. في كان في دادية العربية بالعطيفية. نعم. من عنده وبعدها راح إلى الزوراء شباب يعني دشهم فريق جديد بالزوراء كان السكك طبعا السكك. نعم. كان مدربهم الله يرحمه جرجيس الياس. نعم. يدور على عناصر شاب موهوب وفعلا قدر أنور وراء حازم رعد حمودي يحيى علوان حسين سعيد مهدي عبد الصاحب سعدي توما كريم علاوي خليل علاوي واثق اسود عادل يوسف ذولا من الرياضه المدرسيه؟ من الرياضه المدرسيه صباح لازم حسين العبي برصافه الرياضه المدرسيه مو بالكرخ انا دا احسبهم بس بالكرخ. نعم. اللي عندنا مباشره حتى الكابتن القدير الاخ حكيم شاكر. نعم. يحيى علوان قلنا ونزار حسين سعيد سليم سليم ملاخ ايضا كان برصافة احمد راضي. نعم. وجيل اللي وراها اختلفت الامور قالوا اختيار صار مو من الرياضه المدرسيه لان ايضا بدا الضعف مع الرياضه المدرسيه صار اختيار من دوري الشباب. نعم. دوري ناشئين والشباب الاختيار الصحيح. نعم. ساد مناضل اهم مفصل بالعمليه التربويه والتدريبيه. نعم. هو الاختيار الاول. الاختيار الاول. نعم. هذا اللي يخليك تستغني او يعني يفرق لك هواي قضايا. نعم. جهد مدربين مبالغ ما يعني صرف على 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 القضايا والانتخابات ولا نعم يعني تلقي قدام تدرب واحد تتعب عليه وتصرف وهي هو اساسا اختياره غلط ما يصير لها مو موهبة. يعني هذا اللي مع الاسف لانه مو كل مدرب هو كشاف. زين اكو فرق بين اختيار اللاعب تقصد اللي يعرف اساسيات كره القدم فقط واكو فرق بين اختيار اللاعب الموهوب. اللاعب. انت اذا اختاريت اللاعب فقط على اساسيات كره القدم ما تنجح تقصد هذا الشيء ما ايه؟ ينجح هذا اللاعب ما يكون لاعب مستقبل. نعم. اللاعب الموهوب آني تقصد؟ تعريفه اي تعريف اللاعب الموهوب. نعم. هو اللي يبدي لك. نعم. انتاج يعني فني. نعم. اكثر من عمره. نعم. مقارنة بنفس جماعته بنفس العمر يشوف هو بارز عنهم. احنا مو عندنا لاعبين موهوبين حققنا بهم بطولات اكبر من عمره لو اصغر. حدد لنا بالضبط نريد نعرف الموضوع. هي مع الاسف اللي صار الثقافة عندنا. نعم. وخاصة بعد التغيير. نعم. يعني من سنة 2003 و4 راحت من اعمار كرة القدم الحقيقية تقريبا 13 14 سنة راحت هباء. ساد يعني قبل احداث 2003 ايه؟ ايضا كان اكو تزوير لكن الاعمار كانت قليلة يجوز فرق سنتين كذا وبعدين مراقبة. نعم. يعني كان يصير اعتراض وينجح الاعتراض ويخسرون ذاك الفريق. هسه فرق كثير سنوات كثير. سبع سنوات صار هسه الفرق كبير يعني انا شفت مباريات العام سووا مباريات من دوري اشبال. نعم. انا حاضر لان عندنا بالمركز التدريبي. نعم. صارت قسم لعبات شفت حارس مرمى لفريق ما ما نجيب اسمه للفريق الاول هو يلعب ويلعب للاشبال والله بالاشبال لما سالت واحد صدفه واقف يمنا كان طلع جيرانهم ويعرفه اي نعم قال عمره 19 سنه 19 سنه بالاشبال بس هو وجهه صغير وما مبين عليه وما ادري شنو قال هاي كلنا نعرفه. نعم. حتى الصف ماله ما يناسب مال الاشبال لو كنت انت صاحب قرار بهالموضوع شنو العقوبة اللي تتخذها أزاء المدرب واللاعب وإدارة النادي بهالصدد قبل أن نروح لل أكون متطرف للعقوبة. نعم. ويسموني تالي متطرف شنو العقوبة لأنه اللي حتى تنهي هالمرض هذا الخطير. نعم. والحمد لله الآن واحد يحكيها الحقيقة بدت بوادر للقضاء على التزوير. قبل البوادر شنو العقوبة اللي تتخذها إذا ثبت اللاعب. نعم. مزور. نعم. بعد التحقيق وما
مع الجهات المختصة وثبت. حتى رئيس النادي هم توجه له على الأقل الفات نظر. رئيس النادي. المدرب طبعا عقوبة شديدة. أقل شيء ثلاث سنوات ما يدرب الفريق. أكو مدرب ما يعرف اللاعب مزور لو لا برأيك؟ لا. هم 20 لاعب. 23. ليش قليل الحالات اللي المدرب ما يعرف المزور عنده؟ لكن ليش يجيبه حتى يعني؟ أكو أسلوب، أكو أسلوب عند بعض المدربين مع الأسف اللي اللي كانوا يعملون فترات السابقة خاصة السنين الأخيرة. لما يختار منتخب أو يختار فريق مع النادي يقول له ابني أنت لاعب زين وكذا وكذا وأنا أريدك. بس عمرك لو كذا أنت تفيدني، معناتها روح سوي كذا. مثلا يقول مواليدك لو 2001 انت تفيدني وتلعب اول واحد. الاكبر من هذا كم مدربين عن طريق المساعدين والادارين مالتهم يقول له روح زور وتعال. هو المدرب واكو مساعدين هم يسووا بيديهم ايش مره بيده يعني يروح هو يروح يراجع ويسوي مع يعني يعرفون يزورون او مثلا عندك اخر من عندك تجيب جنسيته حتى سوي لك وجوازه سوي لك جواز ولعب بغير اسم هاي هم طريقة جديدة للتزوير. زين. هسه احنا تحدثنا هذا الموضوع عن إدارات الأندية، المدرب، اللاعب، يعني يمكن أشوفك تقول عقوبة شديدة، يمكن ترتي حرمانه مدى الحياة. توصل. مو؟ توصل. لكن حتى مثلاً إذا أردنا أن نقطع. زين. هذا على مستوى أندية، خلينا نقول بعض الإدارات مع اعتزازنا بكل أنديتنا ما تتمتع بالمهنية العالية بهالموضوع. لكن لاعب مني يستدعى للمنتخب الوطني. معقولة كاتحاد كرة. لجنة منتخبات من اليوم يعينون مدير إداري للفريق ما يكلفوا شنو واجباته شلون يبحث يعني هي الأمور واضحة جدا فيعني اتحاد الكرة ما يقع على عاتقها جزء من الخلل بهالموضوع برأيك إلى قبل هالإجراءات الأخيرة اللي سواها الاتحاد إلى قبلها بعض بعض أعضاء الاتحاد يعرفون بقسم اللاعبين المزورين بعض أعضاء الاتحاد ومعنيين هم بعدين هم في مرحلة من المراحل كانوا يدورون على إنجازات إنجاز مهرجان ماليزيا صاير براها بطولات آسيا تجي وراها بطولات لما يجي يعرفون هذا الفريق راح مو عن هاي الأعمار أعمار براعهم ياخذ بطوله يفوز على كل الفرق الاسيويه ويجي هنا يتكرم زين شنو الغايه برايك الغايه حتى المدرب يريد يبقى الاتحاد يقول لك عندي انجاز ايضا يصير سبب بقاء وتقوي يعني قوه مركزه وبعدين ثقافه عامه اصبحت انه انا اريد اسوي فريق واغلب انت موسوعه أفوز. طبعا خلي اسالك سؤال احنا شو وقت اخر مره تغلبنا على اليابان ليش احنا نتغلب عليهم بالناشئين والشباب والاولمبي ومو واحد تغلبهم ثلاثه مثلا الفريق الاول اي دائما ليش يعني من نفوز عليهم بالفريق هذا السبب واضح هذا السؤال تقليدي يعني الفريق الاول منتخبات تنتهي الاعمار يعني يصير ما له علاقه بالفريق الاعمار بالفئات السنيه اكو اعمار يعني طالب اعداديه تخليه يمتحن نفس القاعة نفس القاعة ويا طالب صف سادس ابتدائي سادس اعدادي ويا سادس ابتدائي وتعطيهم نفس الأسئلة شنو النتيجة تصير فرق كبير اكيد فرق ابتدائية سادس اعدادي لما يلعب هذا اللي عمره 17 18 سنة ويا 13 سنة مثلا زين مثلا انت دائما صريح قلت بعض اعضاء الاتحاد احنا ما نريد نحرجك ونحدد اسماء لكن بعض او مثلا لجنة المنتخبات ما تدري مثلا وين اللجنة من هالموضوع اهم لجنة بالاتحاد هي لجنة المنتخبات وانا اقول على مسؤوليتي والان حسب معرفة اكيد راح يصير تغيير في لجنة المنتخبات نحو الاصلح بعد استقاله الكابتن فالح موسى بعد استقالته اذا تسمح لي شويه اوضح على لجنه المنتخبات بالعكس هو موضوعنا اليوم يعني احنا لجنه المنتخبات المفروض والواقع هي اهم لجنه اللي هي تعتني باللاعب الموهوب اختيار اللاعب الموهوب وصولا الى منتخبات صحيحه عمريا وصحيحه فنيا ومنتخب المستقبل يعني أكيد. هذا راح يدرج
أكيد. أبو الناشئين شباب شباب يروحوا أولمبي أولمبي فريق أول. تشكيلة لجنة المنتخبات. نعم. اللي أنا متأكد نص الاتحاد هم مقاربين على التشكيلة مالتها. نعم. لأنه هسه لو تحسب بيها طبعا مع احترام للكل كشخصيات نعم. رياضية. نعم. بس بهالشغلة قسم ما عندهم ما يرهمون. وين الخلل؟ الخلل الشخصي لما يختارون لما يختارون لجنة منتخبات. نعم. مفروض اكو مقاييس، اكو معايير، اكو شروط، اكو قضايا عامة نعرفها منتخبات. هو يقول لك جاي يعني اختار اهم شيء لاعب لاعب منتخبات. نعم. مدرب منتخبات. نعم. ثقافته العامة وسمعته وكذا يوم اشتغل قديم هاي. زين. هسه اكو باللجنة منتخبات ستة. ستة. ستة أو خمسة. نعم. مو قليل تقريبا نص اللجنة. أكيد. هم جايبيهم رؤساء اتحادات فرعية المحافظات. نعم. أو رئيس نادي معروف عنده صوت انتخابي. هذا نعم. المهم. نعم. هذا الصوت الانتخابي هو اللي يجيب الاتحاد. تقصد ترضية بين قوسين؟ ترضية. ترضية. طبعاً. ما يمتلكون المهنية. ما يعني احترام الكامل لهم مهنية بهالمجال هذا. يمكن عندهم مهنية قضايا إدارية. يعني احترامنا لهم موجود ويبقون. نعم. بس بهالمجال هذا يمكن يعني ابتعادهم للصالح العام هو يعني فشيء ايجابي جدا. نعم. قلت لك يعني لما يرضون بس على صوت انتخابي، جابوا رئيس فرع اتحاد كره القدم مال ثاني محافظه، جابوه باللجنه، شنو راح يطلع من هذا؟ شنو اللي 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 ايش تتوقع؟ شنو اقتراحاته؟ شنو تفكيره؟ بس يصوت؟ بس يصوت المهم. البعض يتحدث يقول لك احيانا لجنه المنتخبات دورها ضعيف، يكون دائما بيد رئيس اتحاد الكره القرار. بعد ما كملت هي يعني الموضوع الثاني. اي لجنه المنتخبات يجب ان تكون تنفيذيه. نعم. ما تكون تشريعيه، يعني هي مو تشرع انه تقترح اربع مدربين صعدها للاتحاد، والاتحاد مسبقا هو يعرفون فلان مدرب. نعم. فهاي تروح الاسماء. يعني الأسماء تقصد شكلية؟ شكلية. نعم. تروح من لجنة المنتخبات. نعم. من اللي ينطي هاي الأسماء؟ هم اللجنة المنتخبات. هي ترشحها؟ ترشح أربعة. نعم. المن؟ برأيك فقط للمكتب التنفيذي. برأيك فقط لجنة المنتخبات اللي ترشح أربعة أم يعني كأعضاء اتحاد كرة ومكتب تنفيذي؟ أعضاء ومعارف يعني الموضوع ما يقتصر على اللجنة. لا نهائيا، لهذا دور اللجنة شكلي. يعني مع احترامي للكل والأخ فالح موسى رئيس اللجنة، أنا أقول باستحقاق يجب أن يكون باللجنة المنتخبات. نعم. لأن صارت الخبرة تكفي أن يدير بس مو رئيس. ليش مو رئيس؟ حماية إله. نعم. حتى ما يكون من الاتحاد عضو رئيس اللجنة بحيث وصول الاتحاد أو تأثيرات عليه. يعني تفترض أنه رئيس اللجنة يكون من خارج الاتحاد. نعم. صاحب خبرة كبيرة وقضايا وملاعب منتخب مدرب منتخب أو واحدة من عدهن. المهم مو عضو بالاتحاد نهائيا. نعم. العفو. لكن هم يكون اتصاله بالاتحاد ويخجل منهم ويأثرون عليه أو كذا. مو هم إذا اختاروا الصحيح ما يصير غير الصحيح. نعم. بس إذا اختاروا مثل ما يعني البعض بس قلت الأول يقول لك موافق. نعم. بس يوافق على كل شيء بس يدي ماشي له. يعني هسه تعزو نتيجة التخبطات في اختيار المدربين مدربين المنتخبات الوطنية والفشل بيها المن؟ القسم الأكبر ما عنده لجنة الانتخابات المنتخبات. نعم. لأنه مو هم اللي هم لو يختارون هم 10 أو 11. نعم. يعني لو يصير كلهم اجماعهم على مدرب معين. نعم. معقول 11 راح يغلطون؟ يمكن لو واحد او اثنين يصير خطا. أكيد. بس لما 11 واحد يتفقون على واحد. نعم. بالمناقشه وبالسيره مالتهم ودراستها اكيد راح يطلع القرار صحيح. لو ترضى وبرايك يبقون باللجنه؟ لا لانه لا. اكبر دليل اول لجنه سووها مع منتخبات. نعم. دكتور هاي كانت اللجنه الصحيحه يعني بها الاكثريه. دكتور جمال صالح. نعم. أنور جسام. نعم. وياهم دكتور صباح محمد الباقي باللجنة. نعم. هم سلب اللجنة الحقيقة اللي توفر بهم الشروط مع اللجنة اللي هو أخ محمد طبرة. عبد الله عبد الحميد. محمد طبرة. نعم. ودكتور صباح محمد. نعم. وحسن فرحان. نعم. يمكن بس يجب أن تطعم ما جاي نشاهد لهم حتى تصريح بوسائل الإعلام. مو
شافوا القضايا يعني ما قاعد مو قرارهم هو 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 اللجنة بيها راتب لو لا حسب معلوماتك؟ والله سؤال محرج محرج تتحفظ على الإجابة حتى إذا بيها راتب راتب قليل حسب ما عرفت يعني قليل مو بس يمكن اعتبروه كمصاريف النقل ونقل قسم محافظات يعني من يجون نعم. بس اكو جبت موضوع المصاريف والرواتب نعم وذاك اليوم قالها الاخ يونس يونس نعم. محمود نعم بالنسبه لرواتب الاعضاء الاتحاد نعم لو بغير ظروف انا اقول يمكن يستحقون الاكثر نعم بس ظروف الحين استثنائي مجموع رواتب الاتحاد 360 مليون سنويا ايش قال 360 الموظفين لا 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 بس اتحاد اعضاء اتحاد بس الاعضاء بس 360 مليون اي لان تحسبها يجوز اني غلطان اقل شويه 12 13 واحد نعم حسب ما يقال ياخذون مليونين نعم او مليون ونص والرئيس مليونين نائب رئيس تشبه الحوالي نعم اضافه احسبها على سنه كامله ايش قد اضافه لهاي اكو عندهم قضايا ظهرت جديده كانت ما موجوده كان عضو اتحاد من المحافظات راتب ماله قليل ويجي على حسابه حتى اذا بات ببغداد فندق على حسابه. هسه تنصرف له مال ايفاد؟ هسه مو بس ايفاد، فندق اجار ثابت الاربعه او خمسه من اعضاء الاتحاد. نعم. من نائب رئيس اعتقد وياسين الثلاث. اجار ثابت بفندق بغداد بحيث اذا يجي للفندق او ما يجي موجود حاليا؟ موجود حاليا. نعم. وبالضبط في فندق بغداد مثلا نعم كان قسم عندهم فندق ساحة الاندلس نقله ببغداد زين هذا اكو داعي لما يجي باسبوع يوم يتاجر شهر كامل وسنه كامله ودفع وبيش الايجارات تدري تقدرها يعني وتجمعها مع سنه كامله اكيد مكلفه وبعدين يقابلها الحكام سنه كامله ما يستلمون اجور التحكيم يعني تقصد اكو فالتناقض شيء ما يشبه شيء عدم توازن وعدم يعني ما ادري يمكن المال مو ثمين نعم لانه لما جهه مهمه هي الحكام يستلمون مستحقاتهم كل فتره وقسم اكو يعني يحضر بالشهر مره للاجتماع نعم. او بالشهر مرتين ياخذ راتب او مقيم خارج العراق او يعني او مقيم نعم خاصه هاي يمكن بموضوع هذا مال ابتعاد يعني شويه اكو فجوه بين الجمهور لكن لاحظنا اكو اهمال انت تدري يعني حاليا منتخب الاولمبي بدون رئيس وفد وان كان معهم سعد احسان طبعا عضو اتحاد الكره لكن مو رئيس وفد ما مقررين احسان ما اعتقد يكون حتى حاليا معاهم هي هاي لكن مو رئيس وفد ما اعرف من باب يعني على المنتخب الوطني كلها تطلع هاي اليوم هسه المنتخب الاولمبي يعني جاي تشوف مو بس الاتحاد هذا المعاناة هذا الصرف والتبذير والهاي لما الوفد يروح ويا بد كم واحد ما لهم علاقة رؤساء أندية أيضا حتى يكسبوا هذا طبعا من ضمن قرارات كان لجنة تقصي الحقائق تجذيب الوفد وتقليصه فقط الناس اللي ممكن الاستفادة منها يعني معناتها اكو ناس نعرفهم بالاسماء يعني حتى انتخابات زين ذولا ليش جاي يروحون اذا ما بيهم فايده؟ روح على حسابك الخاص يا اخي لا ما يصير مش بعتوا سفرات كافي؟ ما اذا راح على حساب الخاص يعني يخلي يصرف له 3000 دولار شنو يعني؟ صعبه؟ يقول لك هذا تشوف مثلا حتى بالسفرات نعم اكو معينين لازم يروحون سوا نعم كل سفره نعم صار كم سنه نعم اكو اثنين ثلاثه ما يروح نعم. واحد واحد منهم لازم يلقون حجج رسميه مراكز رسمية أو مراكز جسم لازم يروحون وكل هذا والوفود مال المنتخب الوطني يصير بيها إشكاليات لأنه سوء إدارة معسكر المنتخب الوطني يقتحم من قبل من هب وده يعني هذا المنتخب الأخير حقيقة أنا سمعته من جماعة ثقة من موجودين قالوا اللي نشوفه دائما ويا المنتخب واللي موجود وحاضر ويتابع هواي والأخ فالح كان نعم البقية يقولون يجون
بس مو دائما نشوفهم، وايد تغيب ساعات يوما نشوفهم. زين ذولا شنو اللي يروحون مثلا وما عندهم فد وظيفه بالوفد برايك؟ ليش ياخذوهم؟ المهم سفره بلاش وواحد يتبرع. لا ليش ياخذوهم؟ شنو المكافاه اللي لهم جاي يقدموها لهم؟ هاي مكافاه تعتبر لهم. لا هي هاي حتى هم نرجع على الاصوات الانتخابيه. نرجع على الهيئه هذا تدي هذا مو عامه؟ هي العامه لما يروح بالسنه سفرتين او ثلاثه. نعم. بالسنه هاي كلش تكفي إلى أن رأساً يعطي صوته بصورة قوية. إذا شنو السبيل مثلاً هسا اليوم إحنا راح قدتنا إلى موضوع آخر، يعني موضوع شكوى عدنان درجال، يعني إذا مثلاً نعادت الانتخابات ماكو فائدة دون توسيعة الهيئة العامة؟ والله مو هي أكو، يعني إذا صارت ومشت الأمور القانونية مجراها. نعم. مو شرط يعني يدون انتخابات. نعم. أكو واحدة من الإجراءات. نعم. تشكيل لجنة مؤقتة للاتحاد. الاتحاد. ولجنة مؤقتة 6 شهور وصير وراها انتخابات. دكتور باسل عبد المهدي ما عندك تواصل وياه؟ أكيد أنت صديق. باسل. أي نعم. صديقي فترة طويلة بس. نعم. اختلفنا وتقريبا صارت قطيعة تامة. صار كم سنة؟ مع الأسف. لا بس هو يبقى أخ عزيز ومؤرشف ومؤرخ وخبير و. وإن شاء الله من خلال برنامجنا نزول هذه القطيعة ويا دعوة لكم أنتوا أخواننا وأبانا أصلاً يعني تسلم. وقامات رياضية كبيرة في تاريخ الرياضة العراقية والكرة العراقية. أنت دكتور باسل، دكتور باسل أيضاً إنسان شفاف. طبعاً لو أنا متأكد لو تطبق ما يريده. نعم. لأن هو يعني حقيقة من الأكاديميين اللي عملوا بالميدان. نعم. بالمناسبة يعني لما نقسم الأكاديميين أكو قسمين. يعني. نعم. قسم اللي بس سمي أكاديمي ما نكتاب. نعم. يعني منازل الميدان. ما عمل الميدان. هذا مو منتج يصير. نعم. كلامه كثير. نعم. بس ماكو عمل من وراء. نعم. العمل الصحيح يجي من الأكاديمي نازل الميدان. نعم. اللي 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 داخل بالعمل فعليا. عندنا مثل عام يقول كثير الكلام قليل الاحسان. اما الاكاديميين الاحسان الفني يعني. نرجع لموضوعنا الساد، يعني برايك المعايير اللي يتم بها اختيار مدربين الفئات العمريه لازم اكو فد معايير طبعا. اكيد. نعم. اكيد. شنو المعايير؟ معايير هل اختيار الاخير. نعم. بالمعايير للمدربين المنتخبات افضل من قبل بكثير. نعم. بس ايضا تنقص حالات، تنقص بعض. افضل من قبل بشقد يعني تحدد لنا هاي؟ احنا دائما نحشي على بعد التغيير صار، لان هو صار تغيير بكل شيء. ليش فيهم المدربين يعني قبل؟ قبل شو وقت؟ اللي يدربوا الفئات العمريه. هسه اختيار الأكثرية طبعا. نعم. وكان لازم، هو التغيير واجب. نعم. وما معقولة أن نبقى احنا هسه احنا خاف نتكلم وشوية نروح بموضوع أعمق يزعل. ما نريد نحدد أسماء لكن نتحدث بصراحة. نعم. بس بصراحة إذا ليش التغيير واجب برأيك؟ إذا مدرب نجح مثلا. إذا نجح. نعم. طبعا. نعم. إذا نجح طبعا، بس مع الأسف نجح بدون التزوير. ماكو نجح. مو بس نجحوا بالتزوير، اكو. نعم. مضت هاي السنين كلها يعني ابتهاج بالفوز وتكريم نعم. زين سعد احمد انطينا وقت يعني بعد شوي الوقت اليوم ادركنا مع الكابتن، اريد نقرا رساله اي والله نقرا رساله الكابتن عماد محمد، خلينا نناقشها استاذ، يعني مهمه جدا، يعني عنده تولي مهمة تدريب منتخب الناشئين طبعا وجه شكر وتقدير وعاهد الجماهير الرياضية على أن يقدم الأفضل وبناء أجيال وكذا. خلي لخصها بالنقاط. يقول أول نقطة، لن أبحث ولن أقبل أي لاعب لعب في الدوري الممتاز مع الخط الأول. الفترة الماضية أستاذ ممن سبق عماد محمد كانوا يختارون لاعب منتخب ناشئين هو بالفريق الأول، يعني تزوير واضح. أنت تحدثت ببداية البرنامج قلت اللاعبين يختاروهم من دوري الفئات العمرية، رأيك تعقيبك على هذه النقطة؟ نقاط الأخ
الكابتن نعم. تحياتنا إليه. عماد محمد هو طبعا وضع في المكان الصحيح. نعم. وعنده معطيات وأسباب وأسباب النجاح موجودة عند عماد. نعم. النقاط اللي ذاكرها حيوية جدا. وخاصة النقطة الثانية. نقطة هسه احنا النقطة الأولى. النقطة الأولى. لن أبحث ولن أقبل عن أي لاعب لعب في الدوري الممتاز مع الخط الأول. هذا حتى يثبت إنه الأعمار راح يجيبها صحيحة. مو تزوير. هاي النقطة الأولى. جاي. اثنين يقول لن أجعل همي إحراز بطولات وإنجازات تسجل باسمي على حساب الكرة العراقية. وذلك يتطلب قطع دابر التزوير والتلاعب بالأعمار والبيانات الرسمية لأي لاعب مهما كان. ومن وراءه طبعا هاي قوية ومن وراءه فلا تزوير بعد اليوم. نقطة عظيمة نعم وتطبيقها ولو بصعوبة بس أتوقع النجاح. نعم كيف؟ وأتوقع النجاح لأنه صادق في ما يقول. نعم والطريق الصحيح لأمامه واضح. نعم هو راح يسلكه لأن أنا عرفت من 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 آراءه وأعرفه من قبل شيء كان يأكد شنو. نعم يعني فيما إذا استلم واحد تلاميذك طبعا أكيد استفاد من خبراتك. والله أنا أعتز به جدا عماد الحقيقة جسمه. بس طبعا يعني مدرب منتخب بهيش أمور دائما هو من النوع اللي يتقبل. نعم أكو فرق بين المدربين ما يتقبل عندهم معلومات بس ما يتقبل فوقها معلومات. نعم عماد من النوع اللي يتقبل 100% وعده جدا يعني قابلية للسماع والمناقشة وحب حب الاستطلاع. زين شنو قصده يقول يعني ما تقبل أي لاعب مهما كان ومن وراءه؟ يعني يقصد الضغوط ولا شنو؟ الضغوط. نعم. الضغوط فعلا. نعم فعلا يعني الضغوط كانت موجودة قبل. منين يواجهها برأيك الضغوط المدرب؟ الضغوط يعني أنا مرة أمامي. نعم يعني شفت حادثة قدامي. عندنا المركز التخصصي نعم مدرب منتخب أشبال يدرب فريق. نعم جو جماعة بشكل غريب ورهيب. نعم وقفوا يم الجول غادوا المدرب لأنه عندهم واحد من أقربائهم أكو عندهم سفرة ما أعرف ولي والمهرجان وكان اسمه موجود ويا الفريق والكابتن مدرب الفريق المسؤول طبعا هو. نعم طلعه وخلاه من ضمن القائمة المسافرين. نعم جو ثاني يوم على هداده قدامنا ولما نساوي الامر احنا يمكن كان صارت مشكله. كان صارت مشكله يعني اكو ضغوط يقول لك انا ما راح ابغى هاي تاكيدا انه نعم وهاي حلوه شايفه مال لا تزويره بعد اليوم. لا تزويره بعد اليوم يعني هذا الشيء اللي نتمناه واتوقع يصير. لما تعزو الفضل في محاربه التزوير؟ والله اول شيء الاعلام. نعم المظاهرات اللي طلعت. نعم اللي ضد التزوير مو ضد الاتحاد. نعم ضد العمليه الخاطئه اختيار المدربين ووجود التزوير والقضايا العلاقات والضغوط على باستقطاب اللاعبين هاي كلها يقصده هو الضغوط. فهاي ان شاء الله على 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 ايده وعلى ايد الخيرين اللي نعم. ولو مو موضوعنا لكن اخذ البعض يتهم الاعلام يقول لك سبب في اثاره المشاكل و بالرياضة العراقية. لا العفو الإعلام عنصر هام جدا للرقي بكل نعم. المجالات نعم لأنه يبين لك الخطأ وين لو ما الإعلام الخطأ ما ينعرف أكيد يمشي كأنه ما موجود. الإعلام هو الوسيلة الوحيدة اللي توضع الخطأ وينقل صوت الجمهور الرياضي ينقل صوت الجمهور بصورة شفافة وواضحة وبقية المسؤول يبقى على المسؤول يتقبلها وما يتقبلها. لكن الإعلام أيضا نعم. الإعلام ما نقول إحنا إعلام مثالي. نعم البعض القليل. نعم وأتمنى ما موجود بس يعني واقع موجود. نعم يلتجئ إلى أساليب شوية تبعد الموضوع الأصلي عن فحواه. نعم يعني تخليك مثلا تلتهي بأمور جانبية وتعوف الأمور الأصلية زين هسه احنا اليوم تحدثنا بفحوى الموضوع برأيك لو رحنا بعيد عنه لا كله من قلب الحدث وخاصة توصيات عماد كابتن عماد يقول سوف أجعل منتخب الناشئين ملك لكل العراقيين وبابة مفتوحة
لأي موهبة بأي محافظة، ولن أغلق أبوابه على العاصمة الحبيبة بغداد أو كربلاء أو غيرها. يقصد كربلاء لأنه هو من كربلاء هو طبعا. اي بغداد وكربلاء. نعم. وسيبقى أبوابي وأرقامي وكل المنافذ مفتوحة للكشافين وبقية المدربين لرفد المنتخب بأي طاقة واعدة. شريطة أن يكون بالعمر المطلوب ومتفوق بالموهبة، موضوع الموهبة أنت تحدثت عنه، أي. والخلق واللياقة البدنية والذهنية على أقرانه من خلال منافسة شريفة سيكون البقاء فيها للعطاء الأفضل قبل كل شيء، والله ولي التوفيق وشاهد على ما أقول. أنا متأكد الكلام هذا كله من صميم ما فكر به هو. نعم. يعني مو دا يقوله بشكل ظاهري بس وحتى يرضي، لا هو يؤمن بهاي. نعم. يؤمن، وهذا الشيء ما دام يؤمن به وعده أفكار معناته راح يخلي كل جهده لاجل انجاح هالافكار هاي. اكو فد امور ركز عليها، الموهبه انت حضرتك تحدثت عليها ببدايه البرنامج. هي. الخلق طبعا موضوع مهم جدا، واللياقه البدنيه والذهنيه. يعني يقصد انه اللاعب يتقبل الافكار ومتفتح الذهنيه اللاعب اللي عنده ذهنيه جيده. نعم. يقدر يتفاعل ويا المباراه ويلقي حلول لكل المشاكل اللي تصير داخل الملعب. نعم. لأن ذهنيته باستمرار هي تعمل. نعم. صحيح. والمدرب ما مطلوب من عنده أن يلقى الحلول للمشاكل اللي تواجهه؟ أكثر للمدرب مسؤول على كل الفريق. وانت شاهدت المباراة الأخيرة يعني بنهايات أمم آسيا مع المنتخب القطري والإصابات شلون أثرت على الفريق العراقي؟ أي فعلا. ما كنا نحتاج يعني ذهنية المدرب تكون أوسع برأيك؟ صراحة فعلا كنا نحتاج، يعني مو؟ كنا نحتاج. أكو أمور صارت إحنا يمكن البعض يعتبرها صغيرة وقليلة بس هي مؤثرة ومهمة، وإن شاء الله إحنا متفائلين بالإصلاح اللي يجب أن يكون وبدت هسه، بس نطلب المزيد. وهاي الإصلاح من خلال الاتحاد الحالي أو ظهور اتحاد جديد؟ بصراحة والله هو الإصلاح للبلد. نعم. الإصلاح للبلد والوطن، إذا ساهموا الاتحاد الموجود بالإصلاح وبدوا أكيد. احنا طبعا نرحب 100%. نعم. والقسم من عندهم ثبت. نعم. انه ما يقدرون يصلحون قسم من عندهم. نعم. لانه صارهم دورتين ونص، 9 سنين تقريبا. أكيد. 10 سنين يعني دورتين ونص. افضل لهم شيء يسوون برايك؟ اتمنى تكون عندنا ثقافه الاستقاله. نعم. ما بيها يعني، هاي بالعكس يزيد بعين العالم احتراما وتقديرا، بس هو اذا ما يقدر لي. وبعدين نفس الشيء اكو حالات عند المدربين صعبه شويه الاستقاله برايك؟ صعبه بالنسبه لفهم المجتمع لها. ليش اكو قبل كم يوم وزير اللي قطار انقلب وين احترق؟ مصر اعتقد. نعم. رأسا وزير المواصلات استقال. تحدث لي عن واقعنا، صعب وانا هو علي قلت لك واقعنا. وبعدين اكو حاله اتمناها ما تصير عند المدربين. نعم. يعني لا يكون مدرب من يتغير تنقلب الدنيا، هاي حياه. يعني هذا مدرب يروح يجي بتبدل. لاحظنا يعني باسم قاسم الملاك المساعد انه قال احنا من نظهر بوسائل الاعلام، الموضوع انتهى واتفقنا بالتراضي. هذه ثقافه جديده مدربين المنتخبات الفئات. نعم. العمريه من صار التغيير. اسئله عديده استاذ وصلتنا، طبعا راح نقرا هذا السؤال. دكتور عباس ساعدي طبعا تحياته لحضرتك، يقول للخبير الكروي ومربي الاجيال الكابتن داود العزاوي الذي تشرفت لمدة قليلة للتدريب على يده في ملعب الإدارة المحلية في المنصور والذي والآن ملعب نادي الكر. سؤالي الكابتن داود العزاوي، متى نستطيع أن نبني قاعدة كبيرة للاعبين في المستقبل ليكون اللبنة والركيزة الأساسية لمنتخباتنا الوطنية، ونحن نعيش حالة من المجاملات والمحسوبيات وفي ظل الظرف الراهن الذي نعيشه والمدرب لا حول ولا قوة له سوى الرضوخ لمطالب المتنفذين وهو يبحث عن لقمة العيش؟ مع خالص شكري وتقديري لكم وللخبير الكروي القدير مدرب داود. شكرا جزيلا، تحياتنا للدكتور. الحقيقة نقدر باستطاعتنا أن نبني جيل جديد، جيل ذهبي أيضا. نعم. بالعمل قبل التخطيط السليم. نعم. العمل المركز، المتابعة. نعم. وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،
دوري الفئات العمرية هو فوق الأهمية، فوق المهمات. ايش قد اكو قضايا مهمة، هذا هو الأهم، هذا الأهم. طبعا تحيات كثير من المشاهدين الكرام، مسار علي وسيف علي وماجد حميد وزيد خلف كابتن المنتخب الأولمبي السابق. ماجد حميد نختم البرنامج بسؤاله، أو يقول منورين وإلى ضيفك العزيز أستاذ داود المحترم، أتمنى الاستفادة منه كقامة من قامات الرياضة العراقية. شكرا جزيلا، تحياتنا إلى كل من أرسل، وخالص التحيات لهم، ونعتذر للباقين طبعا، نعتذر اللي أدركنا الوقت ما كفى. نعم أنا أعتذر عنك. لا بالعكس. طبعا شرفنا بوجودك، واليوم يعني أثريتنا بمعلومات قيمة أستاذ داود. شكرا جزيلا. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق والصحة والسلامة الدائمة. تسلم لي. الله يبارك فيك. شكرا، أتمنى لك شخصيا والبرنامج النجاح، والأخوة العاملين، تحيات الكادر لك، اللي أنت مختارهم كلهم رياضيين طبعا. اختيار نتمنى يكون اختيار اللاعب. تحيات المخرج استاذ احمد وكل الشباب. المخرج طبعا استاذ احمد. الله يبارك فيك استاذ. شكرا لك. شكرا جزيلا. اما انتم احبتي المشاهدين، فشكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه. التقيكم في حلقات قادمه، دمتم وفي رعايه الله وحفظه.